صاحب الكرامة معلم حضاري يجسد بطولات وحياة شهداء الوطن والأبرار ويعبر عن العزة والكرم بذلوا في سبيل الوطن. وهذه واحد الكرامة هنا، شوفوا إياكم من راحة الكرامة ونستمتع بأجواءها الجميلة. هذه أجواء واحد الكرامة. صبحكم الله بالخير أحبتي الأكارم، هنا من العاصمة أبو ظبي في جولة صباحية هنا في واحة الكرامة. هذه أجواء جميلة في واحة الكرامة، أجواء رائعة جدا هنا في واحة الكرامة. استمتعوا وشاهدوا وناظروا تضحيات الشهداء الوطن الأبرار هنا تجسد من خلال واحة الكرامة. هذه الواحة الرائعة جدا والمطلة على شارع أو مطلة على مسجد الشيخ زايد في العاصمة أبو ظبي. شاهدوا معي هذه الأجواء هنا في العاصمة. نصب واحد الكرامة، نصب واحد الكرامة، هذا النصب الجميل والرائع جدا في قلب العاصمة الحبيبة أبو ظبي. هاي أجواء العاصمة لليوم، أجواء جدا رائعة ومميزة هنا في واحة الكرامة. هذا النصب الذي يجسد تضحيات شباب الوطن الأكارم كما تشاهدون، هذا هو نصب واحة الكرامة التذكاري. هذا النصب الذي يجسد نوعا ما جزء ولو بسيط من يعني تذكير برحم على شباب الوطن ان حماية الوطن الدفاع عن فرض على كل ابناء الوطن، وهو لم يبدا مع قيام دولة الاتحاد، بل وجد منذ ان وجد الانسان على هذا. انتم عليكم يعتز فيكم اماكم، انتم على سبع الامارات حراس. نعم تضحيات ومعاني كثيره ومعاني جميله يجسدها هذا النصب الرائع هنا، نصب واحة الكرامة التذكاري في قلب العاصمة أبو ظبي وبجوار مسجد الشيخ زايد الكبير هنا في العاصمة. وهذه هي روعة الأجواء هنا في نصب واحة الكرامة. فهذا هو نصب التذكاري لواحة الكرامة، وهني نشوف سارية العلم، هذه السارية الرائعة، وهني مدرجات نصب واحة الكرامة، مدرجات جميلة. هذه هي الأجواء في صباح هذا اليوم. مياه جميلة جدا. استمتع وإياكم بأجواء نصب واحة الكرامة التذكاري. شاهدوا معي، فهني ما تشوفوا هذا المدرج، هني نرجع مرة ثانية، وبذلك تقريبا نكون وصلنا إلى هذه التغطية المختصرة لنصب واحة الكرامة التذكاري. هذا المكان الذي يجسد تضحيات شهداء الوطن البواسل، وهو المكان اللي لابد من زيارته هنا في العاصمة أبو ظبي، كونه يعتبر أحد المعالم البارزة في الإمارة. بنتوجه الحين لباركينج السيارة، وآمل بأن تكونوا استمتعتوا وإياي بهذه التغطية. شاهدوا هنا مركز الزوار وبعض من المياه. هذه هي الأجواء هنا في هذا الصباح. أحب
هذه التغطية المختصرة هنا نصب واحة الكرامة التذكاري. هذه الأجواء الشيخ زايد الجميل، مودعكم أحبتي.